بسم الله الرحمن الرحيم، بلش محاضرة الفسلجة للمرحلة الثانية ضمن المنهج الوزاري. محاضرتنا اليوم عنوانها Basic Concepts of Endocrine Regulation، يعني شنو المفاهيم الأساسية عن نظام الغدد الصماء. أول شيء، أنا عندي بالجسم نوعين من الغدد، الإكزوكراين جلاند والإندوكراين جلاند. بالبداية الغدة هي عبارة عن وحدة مكونة من مجموعة من الخلايا، بداخلها راح تنصنع فد مواد إلها وظيفة بيولوجية معينة، مثلا الهرمونات. زين، شنو فرق الإكزوكراين جلاند عن الإندوكراين جلاند؟ الإكزوكراين جلاند إلها فد قنوات، تمام؟ هاي القنوات توصل المواد اللي تنصنع داخل الخلية للتارجت. أما الإندوكراين جلاند وسبب تسميتها بهالاسم إنه هي ما لها قنوات، مباشرة المادة اللي تصنعها تروح إلى مجرى الدم للسيركيليشن مباشرة. زين، in general endocrine physiology is concerned with maintaining various aspects of homeostasis، يعني مسؤولية الإندوكراين بالجسم هي المحافظة على الموازنة homeostasis. The mediators of such control mechanism are soluble factors known as hormone. من اللي راح يسوي لي هالشغل؟ من الميديتورز اللي حافظ لي على الهوموستاسيس؟ هن مننا الهرمونات. زين، the word hormone was derived from Greek hormon meaning to set in motion. كلمة هرمون منين اجتني؟ مشتقة من Greek، فد مصطلح يوناني او اغريقي اللي هو هرمون. شنو معناه؟ معناه set in motion، البداية بالحركة أو بداية الشغل. The endocrine system differs from other physiologic system. يقول إنه الإندوكراين سيستم يختلف عن الـ other physiologic system، الأنظمة الثانية. زين شلون؟ يختلف in that it cannot be، يختلف إنه هو cannot be distinctly defined based on autonomic boundaries، يعني إنه أنا ما أقدر أخلي له، يعني ما لقينا إلا فت حدود تشريحية معينة، يعني يكون هو عبارة عن شيء منتشر بجميع الجسم. It operates as distributed network، فالشبكة متوزعة، compressing gland تتكون من عدة جلاندات، and circulating messenger، فد عبارة عن غدد منتشر بكل الجسم يعني بكل مكان من الجسم. وشنو circulating messenger اللي هن هنا شنو نقصد بهن؟ الهرمونات. Often under the influence of the central nervous system, the autonomic nervous system or both. من اللي سيطر عليهن؟ يا أما تحت تأثير ال central nervous system أو ال autonomic nervous system أو اثنيناتهم، يا أما الجهاز العصبي المركزي سيطر، يا أما الجهاز العصبي اللي هو لا إرادي، أو اثنيناتهم. زين، evaluation of hormone and their action on target cell. شلون تطورت الهرمونات وشلون تشتغل على target cell، يعني فد الخلية اللي تستهدفها الهرمون شلون حيشتغل عليها. hormone compress الهرمونات يا أما تكون steroid أو أمين أو بيبتيد. peptide hormone are by far the most numerous، أكثر أنواع الهرمونات اللي موجودة هو من هو البيبتيد هرمون. Many hormones can be grouped into families reflecting their structural similarities as well as the similarities of the receptor they activate. يقول هنا انه الهرمونات اني سويت لها جروبد على اساس فاميلي، سويتها على اساس عوائل. زين، شلون اني هيك صنفتها؟ reflecting their structural similarities، يا اما تشابهها الهيكلي، يعني فد هذا الهيكل الكيميائي لهذا الهرمون يشبه هذا الهرمون فاني خليتهم نفس العائله، او شنو تشابهها بالريسبتر اللي تفعله similarities of the receptor they activate، او التشابه بالريسبتر اللي هذا الهرمون اجى وسواله تفعيل. However, the number of hormones and their diversity increase as one moves from simple to higher life form.
reflecting the added challenges in providing for homeostasis in more complex organisms. يقول لي إنه عدد من الهرمونات وال their diversity وتنوعها يزيد كل ما الشخص زاد تطورا. تمام؟ ليش؟ reflecting the added challenge in providing for homeostasis in complex organisms. يعني فد لأنه حتى تسيطر على يعني كل ما زاد الكائن الحي تعقيدا كل ما زادت صعوبة إنه شلون نحافظ على توازن الحياة أو الجسم أو الأشياء اللي تصير داخل الجسم فتزيد الهرمونات تنوع وتعقيد وعدد كذلك. مثال على هذا الحكي يقول لي among the peptide hormone بالنسبة للهرمونات البيبتيدية several are heterodimers that share common alpha chain with a specificity being conferred by the beta chain. يقول إنه هي راح تتشارك يعني الهرمونات البيبتيد هرمون أغلبها هتكون متشاركة بالألفا تشين مالتها سلسلة ألفا هتكون متشابهة بين كلهن بس وين حيصير الاختلاف بالبيتا تشين هتكون مختلفة من هرمون إلى آخر. In the specific case of thyroid stimulating hormone follicle stimulating hormone and luteinizing hormone يقول يعني في حالات خاصة عندي thyroid stimulating hormone الهرمون المحفز لغدة الثيرويد والهرمون المحفز للفوليكل للإباضة and luteinizing hormone there is evidence that the disconnective beta chain arose from series of duplication of common ancestral gene. يقول إنه يعني أكفت evidence دليل إنه البيتا تشين المميزة مال كل واحد بيهم جاية عن طريق صاير لي في duplication للجين المشترك بيناتهم صاير بي شنو duplication. For this and other hormone, moreover, this marker evaluation implies that hormone receptor also need to evolve to allow for separating of hormone action with specificity. هناش يقول إنه إحنا بالنسبة للهرمونات هاي المتطورة لازم هذا المولكيولر ايفالويشن تطور الجزيئي مالته يعني انه الهرمون ريسبتر هم لازم يكون متطور حتى يسمح او يعني يتناسب ويا تطور الهرمون وعمله والسبيسيفيسيتي مالته. This was accomplished by co-evaluation. هذا شلون راح نحققه فالتطور المن الريسبترات the basic G protein coupled receptor and tyrosine kinase receptor اللي هن ذني الريسبترات اللي راح يشتغل عليهن البيبتايد والأمين هرمون that act at the cell surface. يقول إنه إحنا بما إنه الهرمونات تتطور وتزيد أعدادها الريسبتر أيضا لازم يكون متطور وهذا شلون راح نحققه بالكو إيفالويشن of the receptor يا هن البيزك الأساسيات G protein coupled receptor and receptor tyrosine kinase اللي منو يشتغل عليهن effect of peptide and amine hormone اللي وين هذني راح نلقاهن على cell surface. هاي المعلومة مهمة وين راح يشتغلان هذني الببتايد هرمون والأمين هرمون على سطح الخلية راح يجون يلقون الريسبتر على سطح الخلية ويشغلوا زين. أما بالنسبة للستيرويد and thyroid hormone هسه احنا خلصنا الببتايد والأمين هرمون وعرفنا ريسبترهم يكون على سطح الخلية نجي على من على الستيرويد والثايرويد هرمون يكونون شنو هذولي distinguished مميزين شلون مميزين لأنه هم intracellular site action احنا قلنا ذولاك راح يشتغلون على سطح الخلية أما الستيرويد والثايرويد هرمون يكونون شنو intracellular site action شغلهم يكون داخل الخلية يعني يعبرون زين هذولي حتى يعبرون سطح الخلية ايش لازم يكون احنا نعرف جدار الخلية يكون لايبوفيلك فالستيرويد والثايرويد هرمون يكونون ايضا لايبوفيلك شنو يعني لايبوفيلك يعني محب للدهون
يعني يذوب بالدهون حتى يقدر يعبر السيرفس مالت الخلية. هنا دا يجاوبني يقول لي لأنه هم diffuse freely through the cell membrane، يعني ينتشرون بشكل حر وببساطة وبسهولة خلال ال cell membrane. They bind to family of largely cytoplasmic protein known as nuclear receptor. يقول إنه هذول يرتبطون بفد عائلة من السيتوبلازميك بروتين اللي هم اش أسميهم نيوكيلر ريسبتر، ريسبترات نووية. هسا هاي النقطة همينة مهمة. هناك كان الريسبتر شنو؟ على سطح الخلية اللي هو السيل سيرفس، اللي هنا من هنا أعيد اللي هنا جي بروتين كابلد ريسبتر والتيروسين كاينيز. أما هنا عندنا منو؟ نيوكيلر ريسبتر داخل الخلية اللي هنا شنو؟ سايتوبلازميك بروتين. تمام؟ زين. open ligand binding، open ligand binding الليجند اللي يقصد به الهرمون راح يرتبط بالريسبتر، راح يصير عندي كومبلكس. هذا الكومبلكس ريسبتر ليجند كومبلكس، ارتباط الريسبتر ويا الليجند راح يسوي لي فد كومبلكس معقد. هذا شنو الكومبلكس؟ متكون من الريسبتر والليجند. شي يصير بي؟ راح يصير بي ترانسلوكيت، ينتقل المن للنيوكليوس، يروح للنواة where it either يا أما يكون هومودايميريز متجانس ويا النواة، أو راح يرتبط ويا ليجندد نيوكيلر ريسبتر ديستينكت، فالليجند نيوكيلر ريسبتر مميز حتى يعطيني شنو؟ هيتيرو دايمر، يعني شنو؟ غير متجانس، مغاير يعني، فتشي مختلف. هومو دايمريز فتشي متجانس. In either cases كلتا الحالتين يعني سواء هومودايميريز أو هيتيرودايمر راح يرتبط، الدايمر راح يرتبط بالدي ان اي، يا أما راح يسوي زيادة increase or decrease gene transcription in the target tissue، يعني النسيج اللي هو موجود بيه بالخلية راح يا أما يزيد أو يقلل الجين ترانسكريبشن. الجين ترانسكريبشن هو فد عملية تصير داخل النواة، فهذا الهرمون من راح يرتبط بالليجند ويروح للنواة حيزيد الجين ترانسكريبشن لو حيقلله بالنسيج المعين. هسا حتى نفهم أكثر شغل الاستيرويد هرمون، راح يجي الهرمون ببساطة وبسهولة يعبر السيل ممبرين لأن هو لايبوفيليك. تمام؟ راح يدخل للداخل الخلية، ايش حيلقى؟ حيلقى سيتوبلازميك بروتين فت كميات كبيرة منها، ايش اسميه ذن النيوكيلر ريسبتر. راح يجي الليجند اللي هو الهرمون راح يرتبط بهذا الريسبتر ويسوي يا كومبلكس، راح يروح هذا الكومبلكس للنواة، يا اما يكون هومودايميريز يرتبط مباشرة على النواة او يرتبط ويا ديستينكت ليجند نيوكيلر ريسبتر حتى يشكل لي شيء اللي هو هيتيرودايمر. بالحالتين اثنيناتهن الدايمر راح يرتبط بالدي ان اي، اما حتى يزيد او حتى يقلل الجين ترانسكريبشن بالتارجت تيشيو.